ولنقاش سوء خدمات الإنترنت والاتصالات والفساد الحكومي ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلام العراقي مظفر الخميسي. مرحبا بك معنا. مساء الخير أستاذ يونس. مساء الخير. بحسب منظمة فريدم هاوس الأمريكية، قالت إن خدمات الاتصالات وحرية الوصول للمعلومات واستخدام الإنترنت في العراق هي الأضعف في المنطقة والأسوأ عالميا. هذا البلد النفطي الغني، المفترض أنه غني بالأموال وكذا، لماذا تصنف الاتصالات والإنترنت فيه بهذا المستوى من الضعف؟ بصراحة لأن الفساد وضعف الحكومة وتواطؤ الحكومة مع الفساد يخلق هذا الشيء. يعني ملف الإنترنت هو جزء من بحر الفساد الكبير اللي يغمر العراق. الإنترنت أصبح وسيلة لسرقة الناس وسرقة الدولة وسرقة المواطنين وأصبح منفذ رئيسي للميليشيات. يعني قبل مدة أنا أذكر أنه الصحف الهولندية كتبت عن سرقة الليمدا اللي هي وحدة الإنترنت، قياس الإنترنت، في مكان واحد في كركوك تم ضبط سرقة 47 ليمدا بالشهر، كل ليمدا سعرها مليون دولار. يعني في محافظة كركوك وحدها كانت في الشهر يسرق 47 مليون دولار كل شهر بسرقة الإنترنت. تم القبض على شركتين متواطئة، وتم القبض على عصابة متواطئة، لم يقدم أحد للمحاكمة، لم يقدم أحد للقانون. القانون متواطئ مع القانون غير النزيه، متواطئ مع الفاسدين. الجزء الثاني، هنالك عصابات تقطع الكابل الداخل إلى العراق، يسرقون من عنده شعيرات ضوئية ويوجهوها مرة أخرى إلى دول أخرى مجاورة ويسرقون من عندها، يعني يقبضون حسابها. طريق السرقة الثالث هو بيع حزمة الإنترنت إلى أكثر من مواطن وإلى أكثر من عائلة وإلى أكثر من مكان. هذا يؤدي إلى ضعف الإنترنت، يعني فشل الإنترنت بالعراق. وهذه مشكلات تنعكس على يعني المواطن العراقي بشكل مباشر أستاذ مظفر، والأسباب التي تفضلت بها هي أسباب مهمة، لكن ألم تنجح الحكومة أو الجهات المعنية بمحاربتها؟ الحكومة غير معنية بمحاربة هذه المافيات أو العصابات. الحكومة قد تكون بنسبة 90% متواطئة معهم، كل المتنفذين أو الناس اللي واصلين عندهم ميليشيات، هذه الميليشيات تستفاد من هذه السرقة، تمول نفسها، تستخدم الأموال الداخلة لها في التهريب وفي زيادة سطوتها على الـ على الـ على الـ بالـ 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 بالعراق. الحكومة متواطئة مع هذا الشيء، ما تحاول أنه يعني تقضي عليه. نعم، شكوى المستخدمين من ارتفاع التكلفة وسوء الخدمة، وهناك كما تعرف هاجس أمني يقف وراء إضعاف الخدمة، يعني مما يعني أنه متعمد كما يشتكي المواطنون، وهذه الطريقة في إضعاف الخدمة لها أسباب ربما سياسية كما حصل في ثورة تشرين. على كل الأحوال، كيف تفسرون ذلك كمراقبين؟ صحيح، والدليل أنه النسخة اللي فعلتها حكومة عبد المهدي مع المتظاهرين حين أغلقت الإنترنت، فعلته حكومة إيران مع المتظاهرين اللي ثورتهم الآن مستمرة في إيران. كل هذه الدول اللي تكون على قدور تغلي من غليان شعبي وغليان جماهيري، تحاول أنه يعني تقمع الناس وتسكتهم وعدم إيصال صوتهم إلى الخارج. ضعف الإنترنت يمنع الناس أنه ترفع فيديوهات تفضح الحكومة وتفضح تعامل الحكومة مع الناس السلميين. هذه وسيلة لإسكات الناس وتخويفهم. نعم، لا يوجد رقابة واضحة، يعني وهذا يدفع شركات الاتصالات إلى بيع أبراج بث الخدمة، وتبرر ذلك بأنها تخفف عنها عبء التطوير والصيانة، ثم ينعكس ذلك بالخدمة السيئة للمواطنين. يعني ألا يوجد نوع من التدخل الحكومي مرة أخرى في هذا من أجل ضبط الأمور؟ أستاذ يونس، راح أنطي لك قصة قصيرة إذا سمح لي الوقت. نعم.
في بداية الألفينات بعد الغزو، بعد الغزو الأمريكي للعراق، حكومة الجعفري، حكومة العميل الجعفري قامت بعمل مناقصة لدخول الشركات الإنترنت إلى العراق. كل دول العالم، وهذا يعني ما كتبته الصحف الهولندية وكالات الإعلام الهولندية في وقتها، كل دول العالم تستفاد من شركات اللي تدخل تجيب الإنترنت، تدخل أول مرة للبلد، يفرضون عليهم شروط، يفرضون عليهم من ضمنها أنه الشركة اللي تجي وتشتري حقوق الإنترنت بالبلد لازم تبني أبراج. الحكومة العراقية الوحيدة بالعالم، حكومة الجعفري، عفت الشركة الفائزة بالمناقصة من بناء الأبراج. كانت عندهم أبراج من عهد الرئيس صدام حسين، انطوها للشركات بلاش. الشركة اللي اجت الوحيدة اللي دخلت العراق كل شيء ما قدمت للعراق، إضافة إلى السنوات المتتالية على حساب الحكومة انبنت أبراج، هذه كليتها الآن راح يبيعوها مرة ثانية. هذه كليتها تنضاف إلى النفط وإلى ثروات العراق المباعة أصلاً، اللي يبيعوها من أجل أن يملؤوا جيوبهم وجيوب أتباعهم وإسكات الأبواق المغردة لهم. نعم، المشكلة أن الدولة العراقية بهذا الشكل وعدم قدرتها على استخدام الإنترنت أو توفيره للمواطنين ينعكس هذا سلبا على تطوير الحياة أو تقديم الخدمات للمواطنين في دول أخرى. أنت تعرف أستاذ مظفر، في دول كثيرة أخرى في العالم حتى بعض الدول الشرق أوسطية أصبح المواطن يستخدم الإنترنت في إنجاز الكثير من المعاملات التي يريدها وهو يجلس في البيت، لكن هذا في العراق غير متوفر، ما زالت المسألة في العراق صعبة. طبعا صعبة، طبعا لأنه الحكومة، والحكومة العراقية مرتاحة لهذا الشيء، وسيلة لإلهاء الناس عن المأساة اللي يعيشوها وعن الفساد اللي ينخر البلد. هم مرتاحين لهذا الشغلة، أقصد الحكومة مرتاحين أنه الإنسان يركض هنا ويركض هنا ويكون وسيلة له. احنا هنا عندنا في هولندا وفي أوروبا، وهولندا بالذات، هولندا تقريبا 90% من معاملات الناس، من اشغالهم، من هذا، يعني تفض بتليفون نقال وانت قاعد في باص، قاعد في بيتك، يعني كلية مجرد اجراءات روتينيه، يعني اي طفل يقدر ينفذ الشيء اللي مطلوب من عنده، او معامل ينفذ معامله. نعم، اشكرك جزيلا سيد مظفر الخميسي الصحفي والاعلامي العراقي، كنت معنا من امستردام، شكرا لك.